بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أنه يجب الإنصات لخطبة الجمعة واستماعها وعدم ما يشغل عنها، لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة، لأن خطبة الجمعة مهمة جدا، فيجب الإنصات لها، الاستماع لها والإقبال على الخطيب وعدم الانشغال لا بقول ولا بفعل. فإذا لم ينصت للجمعة فإنه قد فوت على نفسه خيرا كثيرا وارتكب محرما. إذا لم ينصت فقد ارتكب النهي وفعل محرما وحرم الفائدة والخير. هذا مما يؤكد على الحضور لصلاة الجمعة أن يهتموا بسماع الخطبة واستيعابها، ويؤكد على الخطيب أن يعد للخطبة إعدادا جيدا يستفيد منه الحاضرون. ليست الخطبة مجرد كلام أو سد فراغ، وإنما الخطبة للجمعة مهمة جدا، فيجب الاهتمام بها على الخطيب والاهتمام على الحضور. قد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإلقاء خطبة الجمعة، كان إذا خطب على صوته عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. تكون الخطبة مؤثرة، ولا تكون كلاما عاديا أو إنشاء، بل يكون لها إعداد سابق واهتمام من الخطيب، وأن يكون إلقاؤه لها إلقاء مؤثرا في الحضور. هذا من جانب الخطيب. من جانب الحضور يجب عليهم الإنصات والإقبال والاستماع والاستفادة. أما من لم يهتم بها، هذه صفة المنافقين الذين لا يهتمون بخطبة الجمعة وإن حضروا. ولهذا ذكر الله عنهم في قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. يسألون بعد ما يخرجون: ما هو الذي قاله الرسول؟ وهم حاضرين سامعين، لأنهم لم يقبلوا على الخطبة ويلقوا لها بالا. هذه صفة المنافقين. كانوا يسألون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا خرجوا: ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كأنهم لم يحضروا. هذه صفة المنافقين. فالواجب الاهتمام خطبة الجمعة. مع الأسف الآن يتأخرون عن حضور الخطبة، منهم من تفوته الخطبة كلها ولا يحضر إلا عند الإقامة، أو لا يحضر إلا في آخر الصلاة ولا يهتم بحضور الخطبة. كثير من الناس الآن لا يهتمون بالخطبة، تأخرون ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعدما يفوت
أول الصلاة، هذا حرمان عظيم. وهذا الحديث فيه أن المسلمين حال الخطبة ينصتون ولا يتكلمون، حتى بالأمر بالمعروف إذا رأيت مخالفة وقعت في المسجد فلا تنهى عنها وقت الخطبة. فالذي يقول لصاحبه أنصت، هذا أمر بمعروف، أنصت يعني للخطبة، إذا رأى إنسانا يتكلم أو يهمس قال له أنصت فقد لغى. واللغو معناه الكلام الذي لا فائدة منه، وقد يطلق على الكلام المحرم، فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاللغو هو الذي لا خير فيه، الشيء اللاغي، الشيء اللاغي الذي لا خير فيه أو لا فائدة منه. فهذا دليل على تحريم الكلام حال الخطبة حتى ولو كان أمرا بالمعروف، لأن قوله أنصت هذا أمر بالمعروف، فمن تكلم به فإنه قد لغى، يعني ليس له ثواب في حضوره، ليس له ثواب في حضوره، يبطل ثوابه مع أنه تكلف الحضور. فكيف بالذي يتكلم غير الأمر بالمعروف؟ يعني كيف بالذي يضحك؟ كيف بالذي يهمس إلى من بجانبه يتلفت مثل ما يحصل من بعض الناس؟ وكل هذه أمور يجب على المسلم أن يفطن لها، أن لا يضيع عمله وثوابه عند كلمة يقولها. الحديث الآخر فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي الحديث الآخر الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل الكتب الثقيلة ولا يستفيد منها، كذلك هذا تكلف وحضر وأضاع أجره بسبب العبث ومس الأرض، تخطيط في الأرض والتراب. ففي حال الخطبة الإنسان ينصت ويقطع الحركات ويقطع الكلام ويتهيأ لسماع الخطبة. هذه الخطبة مهمة جدا، مما يؤكد على الخطيب وعلى الحضور الاهتمام. الخطيب يهتم بإعدادها وإلقائها، والحضور يهتمون بالاستماع والاستفادة منها، إلا ما استثني من أنه يجوز لأحد الحاضرين إذا أشكل عليه شيء أن يسأل الإمام، ما يسأل اللي بجنبه، يسأل الإمام، فيجوز أن يكلم الإمام للحاجة، ويجوز للإمام أن يكلمه، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمونه ويسألونه وهو يجيبهم صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة. هذا لا بأس به، لأن هذا يدخل في التعليم ويدخل في غرض الخطبة. نعم. أحسن الله إليك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. هذا أخذنا الحديث وشرحنا. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. هذا حديث عظيم في آداب
يوم الجمعة. أولا فيه فضيلة الاغتسال، فضيلة الاغتسال عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، وهذا تقدم الكلام عليه، وأن لا يذهب الإنسان فيه روائح كريهة أو أوساخ أو عرق، بل يغتسل ويتنظف. ثانيا فيه التبكير، مشروعية التبكير في صلاة الجمعة، وأن الناس يكون أجرهم على حسب تقدمهم إلى الجمعة، كما جاء في الحديث أن قربهم من الرب يوم القيامة في يوم المزيد إذا زاروا الرب سبحانه وتعالى، أن أقربهم إلى الرب أقربهم من الخطيب يوم الجمعة. هذا فضل عظيم، تبكير من اغتسل يوم الجمعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فضل التبكير لصلاة الجمعة. بعض الناس ما يذهب إلا عند ما يسمع الأذان الأخير، أو ما يذهب إلا بعد ما تنتهي الخطبة كما سبق، وهذا حرمان عظيم، ينبغي للمسلم أن يبكر. وفي الحديث أن أجر المصلين يتفاوت بحسب سبقهم وتقدمهم إلى صلاة الجمعة. من راح يعني راح معناه ذهب، من راح يعني ذهب، وليس من راح يعني في الرواح وهو المساء، وإنما المراد من راح يعني من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى. الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس، بعض العلماء يقول تبدأ من طلوع الفجر، يعني يذهب بعد صلاة الفجر، بعضهم يقول تبدأ الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس. على كل حال هذا فيه الحث على التبكير للجمعة، فكأنما قرب بدنه، بدنه البعير، يعني كأنما ذبح بعيرا تقرب به إلى الله، لأن الذبح على وجه التقرب إلى الله عبادة عظيمة. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والنسك معناه الذبيح، فالذبح لله على وجه التقرب عبادة عظيمة. ولهذا من ذبح لغير الله من القبور أو الجن أو الشياطين اتقاء لشرهم أو رجاء لبركتهم، فقد أشرك الشرك الأكبر، مخرج من الملة، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة. وفي الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يبكر كأنما تقرب إلى الله بذبح بدنه، لأن البدنه أوفر لحما وأكثر فائدة ونفعا للفقراء، فله أجر من ذبح بدنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم. من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، البقرة أقل من البعير، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، أقل من البقرة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة أقل وأقل، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، بيضة الدجاجة. فقارن بين البيضة وبين البدنة تجد الفرق عظيما. والمراد بالساعات هنا الأجزاء من الزمان، أو اللي هي 60 دقيقة، لا، المراد بالساعة هنا الأجزاء الزمانية. فمن بكر فله كمن ذبح بدنه، ومن ذهب بعده ومن ذهب بعده وبعده إلى أن يتنازل إلى البيضة. ثم إذا دخل الإمام للخطبة فإنها تطوى الصحف وينتهي أجر السبق، وتنصت الملائكة للذكر. فهذا الحديث فيه فضل التبكير في صلاة الجمعة الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم، وهذا من الحرمان والزهد في الخير والانشغال بالدنيا والكسل، وأمور كثيرة أشغلت الناس، وعدم الرغبة في الخير، عدم الرغبة في الخير. لو قيل واحد إذا بكرت جيت مع أول الناس تعطى 1000 ريال، ولا جيت آخر الناس تعطى 1 ريال، وش ترى الناس؟ تراهم يتسابقون، ربما يحصل بينهم مزاحمات ومشاجرات، كل يريد المبلغ الكثير. أما الأجر فقليل من الناس
من يهتم به. هذا فيه فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة، وأنه إذا ذهب إليها في أول النهار فهو أفضل وأكثر أجراً، وكان المسلمون إلى عهد قريب يتسابقون للحضور لصلاة الجمعة من بعد الفجر، وهم يتسابقون للصف الأول ويجلسون طلباً للأجر في هذا اليوم. ولذلك جعل الله يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، من أجل أن يتفرغ الناس من أعمالهم الدنيوية وينشغلون بالجمعة والتهيؤ لها والتبكير لها، والأعمال تعطل يوم الجمعة. من أجل إيش؟ من أجل ينام الناس. اعتاد الناس أن يوم الجمعة يوم نوم وكسل، فعطلوه عن المقصود به، عطلوه عن المقصود به. الناس أعطوا العطلة يوم الجمعة لأجل أن يتفرغوا لصلاة الجمعة ويبكروا إليها، الناس لا، استغلوا هذا للنوم والكسل والنزهات، النزهات في البراري، وهذا حرمان، هذا حرمان. وفيه فضل التقرب إلى الله بذبح القربان، وكل ما كان القربان أكثر لحما وأغلى ثمنا فإنه يكون أكثر أجرا. البعير ما شك أنه أغلى ثمن وأكثر لحما، ثم يليه البقرة، ثم يليه الشاة، ثم يليه الدجاج. الدجاجة ما تشبع إلا واحدة أو ما تشبع، والبعير يشبع أمة من الناس، البقرة والشاة تشبع جماعة، أما الدجاجة ما تشبع إلا واحدة، البيضة أقل من ذلك. كيف يرضى الإنسان لنفسه بالدون في أمور العبادة، ولا يرضى لنفسه بالدون في أمور الدنيا ومطامع الدنيا؟ وفيه أن السباق يغلق عند حضور الإمام، تنتهي الأسبقية، وأن من جاء عند حضور الإمام فاته أجر التبكير إلى الجمعة، ولا يكتب له ولا بيضة. حضر الإمام ما يكتب له ولا بيضة، هذا حرمان، يعني المسلم أنه يتفضل لهذا. وفي الحديث فضل خطبة الجمعة، حيث إن الملائكة الكرام تفرغون لاستماعها، تفرغون لاستماعها، لأنها ذكر لله عز وجل. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم، هذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة. هذا سلمة بن الأكوع، صحابي الجليل رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، يعني من أهل بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أصحاب الشجرة لهم فضل يتميزون به، وقد رضي الله عنهم، قد رضي الله عنهم، هذا فضل عظيم. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان منهم، هذا وجه قول المصنف وكان من أصحاب الشجرة، ليظهر فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. قال: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به. فيه دليل على أن وقت صلاة الجمعة يدخل بزوال الشمس، وهو دخول وقت الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في هذا الوقت، فلا تصلى قبل الزوال، وهذا مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، الشافعي، ومالك، ورواية عن أحمد، والرواية الثانية عن أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه أنه يجوز فعلها قبل الزوال، يجوز فعلها قبل الزوال. قالوا: لأنهم إذا كان الرسول يخطب ويصلي ويقرأ يقرأ سورة قاف في الخطبة، أو غالب سورة قاف،
ويقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية، ومع هذا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به، هذا دليل على أنه يبكر بها قبل الزوال. ولكن الراجح مذهب الجمهور أنها بعد الزوال، والراوي لم ينفي الظل مطلقا، وإنما نفى الظل الذي يستظل به، يستظل به الماشي، دل على أنهم يصلونها بعد الزوال لكن يبكرون بها في أول الوقت. فيستحب للإمام أن يبكر في أول الوقت لأجل التخفيف على الناس وعدم حبسهم في المسجد، فيبكر إذا دخل الوقت يكون حاضرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي الرواية الثانية أن تتبع الفيء، هذا دليل على أن ما، والفيء هو الظل، هذا دليل على أنه ليس هناك فيء طويل، وإنما هو فيء قليل وظل قليل يتتبعونه لقلته. هذا فيه دليل على تبكير في صلاة الجمعة في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بزوال الشمس، إذا زالت الشمس برز الظل من جهة المشرق، يبرز الظل من جهة المشرق، فيكون يسمى بالفيء، يسمى بالفيء. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم، صلاة الفجر تطول فيها قراءة القرآن، ولهذا سماها الله جل وعلا قرآن الفجر، لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت ركعتين في حين أنها أتمت الصلاة إلى أربع في الحضر، وبقيت الفجر على ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في 70 إلى 100 آية في صلاة الفجر، وكان يدخل فيها بغلس يعني مبكرا، والصحابة لا يعرف أحدهم من بجانبه من الظلام، ثم ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، دل على أنه يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام ويطيل القراءة، فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر. ولذلك قال العلماء يقرأ فيها من طوال المفصل، المفصل يبدأ من قاف والقرآن المجيد، يقرأ في الفجر من طوال المفصل، أو يقرأ فيها سورا طويلة أو قراءة طويلة من السور، هذا هو السنة في صلاة الفجر. وفي يوم الجمعة وهو محل الشاهد الآن، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة، ويقرأ في الثانية سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قالوا والحكمة والله أعلم في قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة خاصة أن فيهما ذكر المبدأ وخلق آدم عليه السلام، وفيه ذكر قيام الساعة، لأن هذا اليوم خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة. ففي هاتين السورتين ذكر خلق آدم وهو ذكر قيام الساعة، وهذا في سورة ألف لام ميم، بدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، إلى قوله تعالى تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وهذا في يوم القيامة، ففيه ذكر يوم القيامة، وهذه الأحداث كانت وتكون يوم الجمعة، ففيه التذكير بهذه الأمور. كذلك الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ثم جعلناه سميعا بصيرا، إلى أن ذكر يوم القيامة وذكر الجنة والنار.
هذه المناسبة والله أعلم من قراءة هاتين السورتين أن المقصود التذكير بالمبدأ والمعاد، وتذكير بأحوال يوم القيامة، لأن هذه الأحداث في يوم الجمعة، ويذكر الناس بها من أجل الاستعداد لها والتوبة إلى الله عز وجل. وليس المراد السجدة، إنما السجدة تابعة، السجدة أو السجود، سجود التلاوة تابع، وليس هو المقصود كما يظن بعض العوام أنها تقرأ من أجل السجدة، وإنما تقرأ من أجل التذكير. والسجدة إنما هي تابعة ليست مقصودة، فمن مر بالسجدة وهو يصلي سواء يوم الجمعة أو غيرها استحب له أن يسجد، وهذا خاص بيوم الجمعة. فهذا الحديث فيه فضل قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، إلا أنه لا ينبغي المداومة عليهما لئلا يظن العوام والجهال أنه لا يجزي غيرهما في الصلاة الفجر في هذا اليوم، بل يتركهما أحياناً من أجل أن يعرف الناس أن قراءتهما مستحبة وليست واجبة. نعم. والحديث فيه أنه يكمل السورتين، لأن بعض الناس يتكاسل، فإما أنه لا يقرأ السورتين أبداً ويهجر السورتين في يوم الجمعة من أجل الكسل، أو لكونه لا يحفظهما، هذا مشكل أنه ما يحفظ. الإمام ينبغي أنه يحفظ القرآن، أو يحفظ على الأقل يحفظ حفظاً كثيراً من القرآن. بعض الأئمة ما يحفظون، لذلك ما يقرؤون هاتين السورتين بتاتاً في صلاة الفجر، ويهجرون السنة، أو يحفظ لكنه لا يقرأ من باب الكسل، هذا هجر للسنة. وكذلك بعضهم يقسم سورة السجدة بين الركعتين، أو يقسم سورة الإنسان بين الركعتين، وهذا خلاف السنة. الرسول كان يقرأ في الأولى سورة السجدة كاملة، ويقرأ في الثانية سورة الإنسان كاملة، فلا يقسم الإنسان السورة بين السجدة بين الركعتين. وبعضهم يقرأ أول سورة السجدة وأول سورة الإنسان، وهذا أيضا لا يكفي، هذا لا يكفي العمل بالسنة. قد نبه ابن القيم رحمه الله على ذلك في زاد المعاد، وأن هذا من التفريط والإهمال والكسل. ينبغي للإمام أن يعمل بالسنة، ولا يأخذه الكسل والتفريط في أن يهمل العمل بالسنة، ويحرم نفسه ويحرم الناس من الثواب والتذكير. نعم. أحسن الله إليك. باب العيدين. لما انتهى من صلاة الجمعة انتقل إلى صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والله جعل للمسلمين عيدين فقط، عيد الفطر حينما يفرغ الناس من صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى حينما يفرغ الناس من الوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحج. وكل من العيدين بعد عبادة عظيمة، هذه المناسبة. ولا تشرع الأعياد في غير العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وعندهم أعياد من أعياد الجاهلية، عندهم من المهرجان والنيروز وغيرهما من أعياد الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بها خير منها، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يجوز إحداث عيد غير العيدين الإسلاميين، هذا من الابتداع، كعيد المولد النبوي، أعياد الموالد سواء مولد الرسول أو موالد الأئمة والعظماء، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن أحدث غيرهما فإنه مبتدع، ويعود بالمسلمين إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أبرز شعائر العيدين الصلاة،
صلاة العيد، صلاة العيد للفطر وللأضحى، ويخرج المسلمون من البلد يصلونها في الصحراء إظهاراً لهذه الشعيرة، ويحضرها الكبار والصغار والرجال والنساء، حتى النساء، النساء الأفضل أن تصلي الفرائض في بيوتها إلا العيدين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى العواتق والحيض، لأجل يبرز المسلمون، يبرز المسلمون ويظهرون هذه الشعيرة العظيمة، وتكون في صحراء إذا أمكن، أو تصلى في الجامع إذا لم يمكن أن تكون في صحراء. المهم أنهم يحرصون على صلاة العيد وحضورها، لأنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولو امتنع أهل بلد من إقامة صلاة العيد يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام، لأنها شعيرة عظيمة ينبغي الاهتمام بها، حضورها. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم، العيدان فيهما صلاة وفيهما خطبة، فيهما صلاة ركعتين ثم بعدهما الخطبة. وهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبدأ بالصلاة ثم يخطب عليه الصلاة والسلام، عكس الجمعة، الجمعة يخطب ثم يصلي، أما في العيد فإنه يصلي أولاً ثم يخطب. وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز تقديم خطبة العيد على الصلاة. ولما خالف هذا بعض أمراء بني أمية، خطب قبل الصلاة، أنكر عليه من حضر من الصحابة، أنكروا عليه هذا، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وأبا بكر وعمر شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ليبين أن هذا لم ينسخ، وأنه استمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الخلفاء الراشدين يقدمون الصلاة على الخطبة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من خالفها فقد خالف السنة، وهي لم تنسخ، بدليل أن الخلفاء عملوا بها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الأضحية في عيد الأضحى، وهي شعيرة عظيمة ومستحبة، سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، والجمهور على أنها سنة مستحبة وليست واجبة. وفيه أن ذبح الأضاحي إنما يبدأ بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تكون أضحية، وإنما تكون لحماً يؤكل فقط، لأن أبا بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل صلاة العيد وأكل، تغدى منها، وذلك اجتهاداً منه، لأنه
قال إن عرفت إن هذا اليوم يوم أكل وشرب فأحببت أن أبادر بالذبح، فهو أراد المبادرة للعبادة، أراد أن يبادر للعبادة، لكنه أخطأ في هذا. فما كل من اجتهد ولو كانت نيته صالحة وقصده حسناً فلا يلزم من هذا أن يكون مصيباً للسنة. النية وحدها ما تكفي، لا بد من إصابة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئ أضحية، وإنما تكون شاة لحم ليست نسكا. فقال هاني بن نيار إنه ذبح قبل صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شاة لحم، فقال إني عندي عناقا وهي الصغيرة من الماعز، عندي عناق جذعة له 6 أشهر، الجذع ما كان له، الجذع من الضان ومن المعز ما كان له 6 أشهر، ما كان له 6 أشهر، والجذع من الضان يجزي ولو كان له 6 أشهر، أما الجذع من المعز فإنه لا يجزي إلا إذا تم له سنة، فالمعز يجزي إذا تم له سنة كان ثنيا، والجذع من الضأن يجزي وهو ما له 6 أشهر، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذه الأسنان المجزئة في الأضاحي والهدي في الحج وغيره. فقال إن عندي عناقا جذعة يعني لها 6 أشهر وهي أحب عندي من شاتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها، وقال إنها لا تجزي عن أحد بعدك. هذا صارت خاصة بهذا الصحابي فقط. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الأضاحي يوم عيد الأضحى، المسألة الثانية أن وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد، فمن ذبح بعد قبله إنها لا تجزي وعليه أن يعيدها. المسألة الثالثة فيه دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو أن خطابه لبعض أصحابه عام لجميع الأمة، عام لجميع الأمة إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل العموم، ولكن الرسول استثنى وقال له لن تجزي عن أحد بعدك. إذن فلا يجوز ذبح الجذع من المعز في الأضاحي ولا في الهدي، وإنما يجزي ما تم له سنة وهو الثني. وفيه حرص الصحابة على الخير، فهذا الرجل اجتهد، هذا الصحابي اجتهد حرصا على الخير ومبادرة إلى الخير، ولكنه لم يوافق السنة. نعم. أحسن الله إليك. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله، فيه أن الذبح للأضاحي يكون بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، وأنه لا يجزي قبل صلاة العيد، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فعليه أن يذبح بدلها بعد صلاة العيد لتكون أضحية، إذا كان يريد الأضحية إنه يذبح بعد صلاة العيد، أما قبلها فإنه لا يجزي، وأن الاجتهاد إذا أخطأ فإنه لا يعمل به إذا خالف السنة، ولو كان صاحبه لم يتعمد إنه لا يعتد به. وقولها يذبح على اسم الله أي فيه مشروعية التسمية عند الذبح، وهي واجبة، واجبة لقوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواف، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فتجب التسمية عند الإمام أحمد على الأضحى، على الذبيحة، سواء كانت أضحية أو غيرها، يقول بسم الله. الله جل وعلا يقول: فكلوا مما ذكر
اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية على الذبيحة واجبة عند الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم نعم. هذا كما سبق فيه أن الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة، كل الأحاديث جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم، فلا تجوز مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خالفها من خالفها من بني أمية أنكروا عليه هذا. نعم. نعم. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت يعني حضرت. نعم. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم. بلا أذان ولا إقامة. نعم، هذه فائدة جديدة، وهو أن صلاة العيد لا ينادى لها ولا يقام لها، بل يصلي من غير أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة خاصان بالفريضة، صلاة الفريضة. وصلاة الكسوف يأتي أنه ينادى لها بنداء خاص، أما العيد فلا ينادى لها، ما ينادى لصلاة العيد ولا يقام لها. نعم. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى. نعم، قام متوكئا على بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه، الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، من المهاجرين، قام متوكئا عليه. هذا فيه أن الإمام يعتمد على شيء، يعتمد على عصا، على كتف إنسان، يعتمد على شيء، وفيه خدمة أهل الفضل، فإن بلالا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه. نعم. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى. فيه أن خطبة العيد تكون من قيام مثل خطبة الجمعة، ولا يخطب وهو جالس. نعم. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث نعم. على طاعته. نعم، فيه موضوع خطبة العيد، وأنها تكون الأمر بتقوى الله والحث على طاعته. نعم. ووعظ الناس وذكرهم. نعم، هذا موضوع الخطبة، موضوع الخطبة للعيد ولغيره، الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة بالتخويف والترغيب والترهيب، لأن الناس يغفلون ويتساهلون، فيحتاجون إلى موعظة بالتخويف من العذاب والترغيب في الثواب. الموعظة يحتاج إليها عند التهاون والكسل والغفلة، وأكثر الناس يغفلون يحتاجون إلى موعظة، أو يتساهلون ويحتاجون إلى موعظة. هذا موضوع الخطبة، ليس موضوع الخطبة الكلام الكثير والخارج عن المطلوب وحشو الكلام كما يفعل بعض الخطباء اليوم، ويشرق ويغرب ويذكر سياسات الدول وأمور ما أحتاجها الناس وليست في مستواهم. لا، الخطيب يقتصر على الحث على تقوى الله وعلى أمرهم بطاعة الله والموعظة، تذكير بالآخرة والقبر والحساب. اليوم ما تجد من الخطباء إلا من شاء الله من يتعرض لأمور البعث والنشور والحساب والجنة والنار، ما قليل منهم من يتعرض لهذا، والناس يستعيبون هذا أيضا، يقولون هذا مطوع، هذا فيه كذا، هذا متشدد، هذا يقنط الناس، يخوف الناس ويقنطهم، يقولون هذا في الصحف والمجلات، يهجنون من الموعظة
تذكير الناس بالأهوال التي أمامهم والحساب والجنة والنار، يقولون لا هذا ما يصلح، وهذا تقنيط للناس، وهذا إرهاب وتخويف، كذا يقولون. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعظ الناس، يذكرهم، خوفهم بالله عز وجل، يأمرهم بتقوى الله. فينبغي للخطيب أنه يراعي هذه المعاني العظيمة. نعم. ووعظ الناس وذكرهم. نعم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن. هذه فائدة عظيمة، أن النساء أيضاً يحتجن إلى الموعظة مثل الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم ذهب إلى النساء ووعظهن، واليوم الحمد لله بوجود مكبرات الصوت يذهب الصوت إلى النساء في مكانهن، لكن في ذاك الوقت ما كان فيه ما يبلغ الصوت. وهذا أيضا فيه أن النساء يعتزلن عن الرجال، فيه أن النساء ينعزلن عن الرجال ولا يختلطن بالرجال لما في ذلك من الفتنة. وإذا كان هذا في موطن العبادة والصلاة، فكيف باختلاط النساء مع الرجال في غير العبادة، في الأسواق، في المكاتب، في المستشفيات؟ هذا خطر عظيم، الاختلاط. والذين يدعون إلى حرية المرأة يشجعون على الاختلاط وينكرون عزل النساء وجعلهن على حدة أو جعل ساتر بين الرجال والنساء، يستنكرون هذا ويعتبرونه من الأمور التي فيها تمييز وتحقير للنساء بزعمهم. ما يدرون أن هذا كرامة للنساء وحفظاً للرجال والنساء من فساد الأخلاق. إذا كان هذا في موضع العبادة، فكيف في غير موضع العبادة من اختلاط النساء بالرجال؟ وفيه أنه لا بأس أن الرجل يلقي الدرس على النساء والخطبة على النساء، لكن يكون مع الستر والحجاب للنساء، ما تكون النساء سافرات أمامه، إنما يكون متسترات. نعم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدقنا، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سقطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقطتهن وخواتيمهن. في هذا أن الكلمة مع النساء أو الخطبة مع النساء يكون فيما يخص النساء. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا. إيش السبب حثهن على الصدقة؟ فإن كنا أكثر حطب جهنم. ففيه أن الصدقة تطفئ النار، وأن الصدقة تخلص المسلم من العذاب يوم القيامة، ففيه فضل الصدقة. فقامت امرأة سفعاء من سطة النساء، يعني من وسط النساء، سطة يعني من وسط النساء، أو من سطة النساء يعني من غير النساء الفاتنات، إنما هي امرأة لا ليس فيها فتنة. ولهذا قال سفعاء الخدين، يعني كأنها ليست محل فتنة. وقالوا هذا محمول على ما قبل الحجاب، لأن كان في أول الإسلام كانت المرأة لا تغطي وجهها، ثم فرض الله الحجاب على النساء فغطينا وجوههن. فهذا الحديث محمول على أنه كان قبل نزول الحجاب، أو أن هذه المرأة لا تتعلق بها الأنظار لكونها غير فاتنة، ولذلك قال من سطة النساء، يعني ليست محل جلب للأنظار. سفعاء الخدين يعني في خدها لون متغير بالحمرة أو الصفرة أو السواد كالوسم فيها. فقالت ولما يا رسول الله؟ هذا فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما سبب
ما سبب كون النساء أكثر حطب جهنم؟ أن هذا أمر مهم لازم يعرف سببه من أجل يعالج، من أجل أن يعالج هذا السبب. فهذا من فضلها رضي الله عنها أنها سألت عن سبب كون النساء أكثر حطب جهنم، لأن هذا أمر مهم لا ينبغي تركه. فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير، بما الزوج يعني تكفر نعمة الزوج. فالمرأة ولو أحسن إليها زوجها ولو أعطاها ولو أكرمها، لو قصر في يوم من الأيام في شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه طبيعة المرأة، فتكفر النعمة، تكفر النعمة عند أدنى سبب. فلذلك عوقبت بالنار. فهذا فيه الاستفصال من العالم عندما يذكر شيئا مهما، أنه يستفصل منه يعرف ما هو السبب. وفيه فضل الصدقة وأنها تقي من النار. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، من لم يجد فبكلمة طيبة. ففيه أن الصدقة تقي من النار، تقي صاحبها من النار. فجعلنا يتصدقنا، هذا فيه المبادرة الصحابيات، المبادرة إلى فعل الطاعة، من حين يسمعون الأمر يبادرون إلى تنفيذه ولا يتماهنون. هذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيضا مشروع لغير الصحابة، أن المسلم إذا سمع أمر الشارع يبادر بتنفيذه، إن كان أمرا فعله وإن كان نهيا تركه ولا يتكاسل ويتماهن. وفيه أن المرأة تتصدق من مالها بدون إذن زوجها، أنها تتصدق من مالها وليس لزوجها منعها من ذلك. نعم، يكفي. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إنسان يحضر مبكرا بعد طلوع الشمس. قبل الإجابة على الأسئلة، بكرة ما في درس، يوم السبت إن شاء الله. نعم، من أجل أنكم ما تكلفون الحضور بكرة. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إنسان يحضر مبكرا بعد طلوع الشمس، وبعد ساعتين يخرج مقدار نصف ساعة للإفطار، فما رأيكم في ذلك؟ لا بأس بذلك. طيب، ما هو معناه أنه إذا حضر مبكر أنه يبقى في المسجد ولا يخرج أبدا؟ يخرج لحاجته ويعود، يخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجته، يخرج يفطر. طيب، ما في بأس. نعم، فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نفرق بين الأوقات، الوقت الأول والوقت الثاني؟ نفرق بالزمن، اللي يذهب بعد طلوع الشمس مباشرة أو بعد صلاة الفجر مباشرة، هذا في الساعة الأولى. الذي يذهب بعده هذا في الساعة الثانية، يكون بينهم فارق زمني ولو يسير. نعم، فضيلة الشيخ. يقول السائل: خطب عندنا خطيب لمدة ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة، فانصرف بعض الناس ولم يصبر على طول الخطبة، فهل الذي أخطأ الخطيب أم الذي انصرف من الناس؟ الذي أخطأ الخطيب، الذي أخطأ هو الخطيب. وهذه ما هي بخطبة، هذه محاضرة. هذا ما يفرق بين الخطبة والمحاضرة. الخطيب ينبغي أنه يختصر الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. كثير من الناس اليوم بالعكس، الخطبة ساعتين والصلاة دقيقة أو نصف دقيقة. هذا خلاف السنة، وهذا من الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتطويل الخطبة هذا خلاف السنة، هذا فيه مشقة على الناس، وهو آثم على هذا العمل، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: مع الأسف أن بعضهم يطيل الخطبة ساعتين ويخرج ما خطب، لأن خطبته ما هي في الموضوع، كلام طويل وله في الموضوع، ما يصير خطبة، هذا يصير كلام ما يقوم مقام الخطبة، فيخشى أنه ما تصح صلاته أيضا إذا لم يتقيد بأركان الخطبة ومواضيع الخطبة النبوية
أي أنها لا تكون خطبة صحيحة. الخطر شديد في هذا، ويجب، أنا قلت لكم يجب على الخطيب أنه يتقيد بالخطبة الشرعية ويطالع آداب الخطبة في كتب الفقه وكتب الحديث، يطالعها حتى أنه يتقيد بها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإشارة باليد لإسكات من يتحدث دون الكلام هل يدخل في النهي؟ اي نعم، لا يتحرك، الإشارة حركة، الإشارة حركة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى، يعني مس الحصى حركة، فلا يتحرك ولا يتكلم، بل ينصت، ينصت عن الكلام، يقطع الكلام ويقطع الحركة، يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك جلسة مستحبة حال الخطبة؟ هل هناك جلسة مستحبة حال الخطبة؟ لا أعلم شيئاً، يجلس الإنسان على ما يتيسر له، متربعاً أو متوركاً أو مفترشاً يجلس حسب ما، أو محتبياً إذا كان عليه ما يستره، لا بس. نعم، حسب ما يسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد بالأجزاء الزمنية؟ القطع الزمنية، المراد بالأجزاء القطع، بعد نفسر لكم القطع ما المراد بها، كل شيء يفسر. القطع الزمنية، الأجزاء الزمنية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح أنه تبدأ الساعة الأولى عندما يأتي رجل إلى المسجد؟ لا، ما هي مقيدة بالرجال، مقيدة بالزمن، مقيدة بالزمن الذي يتكون من مرور الشمس بدرجات الفلك، الشمس تجري درجات الفلك، وكل درجة تسمى جزء من الزمن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخطيب له شيء من الأجر الذي تأخر، مثل أن يقرب بدنه الذي يأتي عند الخطبة؟ هذا خاص بالجماعة، أما الخطيب فالسنة فيه أنه يأتي عند الخطبة، هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها. أما التبكير هذا خاص بالمأمومين ومن يبكرون. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سلم علي أحد المصلين والإمام يخطب ومد يده وكرر علي، فماذا أفعل؟ اتركه حتى يعرف أن ما هو وقت سلام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب الاستماع إلى خطبة العيد؟ لا، خطبة العيد ليست واجبة، مستحبة، ولا يجب الاستماع لها ولا الجلوس، لو انصرف ما يخالف، لو انصرف ولم يحضرها لا بأس، حضورها واستماعها مستحب ليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في عصرنا هذا المساجد مقفلة ولا يستطيع أحد أن يذهب إليها بعد صلاة الفجر، فكيف العمل للحصول على أجر بدنه؟ لأنه ما يأتي أحد، يفتحونه وما يجي أحد، يعبثون به الفساق، وهم يصكونه لأن ما يجي أحد، لو يجي أحد افتحوه، فالقصور من الناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم رفع المنبر رفعا شديدا حتى لا تصله يد الرجل القائم؟ ما ينبغي رفعه، وجاء أنه في آخر الزمان، يعني جاء في بعض الآثار أنه من علامات الساعة رفع المنابر، الرفع الشديد، فلا يرفع المنبر، المنبر ثلاث درجات أربع درجات قدر الحاجة، ولا يبالغ في رفعه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فيه رواية صححها الألباني رحمه الله: فمن راح في آخر الساعة فكأنما قرب عصفورا. ما أدري عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد أن هناك ركعتين قبل خطبة الجمعة؟ ليس للجمعة راتبة قبلها، بل من حضر يصلي ما تيسر له، أقل شيء تحية المسجد، وإن زاد عليها فهو أحسن، وإن صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام فهو أحسن وأحسن، لكن ليس لها راتبة، الراتبة بعدها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من تكلم في الخطبة لحاجة مثل قوله ازحف؟ مثل قوله ازحف. ازحف؟ نعم.
لا، ما يكلم إلا الإمام، إذا أشكل عليه شيء يسأل الإمام، أما أنه يسأل من بجانبه أو يأمر من بجانبه أو اقرب أو وخر ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو مقياس القواعد من النساء وما هي صفاتهن التي يجوز مصافحتهن؟ يا أخي، هذا مذكور في القرآن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. هذا هو الضابط اللي ما يطمع فيهن ولا تتجه إليهن رغبة الناس لكبرهن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في الأضحية، الكبش أو البقر أو الإبل؟ الأفضل الأوفر، الأوفر لحما والأغلى ثمنا، سواء كان ذكرا أو أنثى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضحى بكبشين، كبشين ذكرين موجوئين، يعني خصيين. فالأفضل ما كان أوفر لحما وأطيب لحما وأغلى ثمنا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى ينتهي وقت الأضحية، وما رأي الشيخ في الجمعيات التي تضحي خارج المملكة؟ وقت الأضحية يبدأ من صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس في اليوم 13 من ذي الحجة، من صلاة العيد، ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم 13 يوم العيد، وثلاثة أيام بعد، أربعة أيام، أيام الذبح. وأما محل ذبح الأضحية فهو في البيوت، السنة أن تذبح في البيوت ويوكل، يأكل منها أهل البيت، يفرحون بها وهي نعمة وشكر لله، ويوزع على الجيران وعلى الأصدقاء وعلى الفقراء. أما أنها تروح للخارج، هذا ما هو السنة. إذا بغيت تروح للخارج، روح صدقة يا أخي، روح دراهم، روح كسوة، روح طعام للخارج. أما الشعائر التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فتنفذ كما جاءت. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح الأضاحي، ما كان يروحها، إنما كان يذبحها في بيته عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يذبحونها في بيوتهم، ووقتهم وقت حاجة، وقت فقر، ما كانوا يروحون تذبح الأضاحي في بلاد أخرى، هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود، إنما يكون هذا من باب الصدقة فقط، وليس هو من إقامة الشعيرة، وإنما هو صدقة من الصدقات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز في تقسيم الأضحية أن يأكل منه ويهدي للأغنياء ويتصدق على الفقراء؟ نعم، قالوا أن ثلاثة أقسام: قسم ثلث يأكله هو وأهل بيته، ثلث يهديه إلى جيرانه وأقاربه ولو كانوا أغنياء، والثلث الباقي يتصدق به على الفقراء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تشبيك الأيدي في خطبة الجمعة؟ لا، اللي ينتظر الصلاة أو في أثناء الصلاة ما يشبك بينها، حتى لو جاي للصلاة، لو جاي من بيته للصلاة ما يشبك بين أصابعه في الطريق، ولا إذا جلس ينتظر الصلاة، ولا في أثناء الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا مانع من تشبيك الأصابع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أين يضع الإنسان بصره في وقت الخطبة يوم الجمعة؟ هل ينظر إلى الخطيب؟ نعم، كان الصحابة إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه ويستقبلونه وينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يحضر الذهن، هذا يحضر الذهن، أما لو نظرت هنا أو هناك سرح ذهنك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا وجد أطفال يتحدثون أثناء الخطبة ويشوشون على الحاضرين، فما هو العمل معهم؟ العمل اتركهم، اتركهم وأقبل على الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وقد جاء من الوزارة. نعم. يقول: أنا إمام مسجد. نعم. وقد جاء من الوزارة عدم السماح لأحد بإلقاء كلمة إلا بإذن مسبق من الوزارة، فإذا جاء أحد لإلقاء كلمة وعظية وليس معه إذن، فهل يجوز لي أن أسمح له بإلقاء الكلمة؟ لا، ما دام أمرت بهذا فعليك السمع والطاعة، وتبلغ الشخص هذا، تقول له: يا أخي، إحنا عندنا منع
ولا نقدر، فعليك السمع والطاعة في هذا. نعم، أنت تحسن الله إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.